معنا من عمان سركيس تشابريان وهو محلل أسواق عالمية في مجموعة إكويتي جروب. مرحبا بك سركيس. ما الذي ننتظره فعلا من التفاعل الأسواق العالمية مع الإجراءات للبنوك المركزية؟ هل ستبقى هذه البنوك المركزية ربما ستبقى بعملية إجراءاتها أو عملية التصريحات بأنها سوف تضخ مزيد من السيولة، وما تأثيراتها المحتملة أيضا على الأسواق؟ نعم، باعتقادي أن البنوك المركزية حول العالم مجبرة بأن تستمر في برامج التسهيلات والتحفيزات الاقتصادية، والقيام بالمزيد من التحفيزات كما قال الفدرالي الأمريكي يوم أمس موسعا برامج الإقراض للشركات، وكما شاهدنا هذا اليوم أيضا من بنك اليابان المركزي، هي خطوات ضرورية جدا. أود النظر الآن إلى تصريحات من الفدرالي الأمريكي اللي ولاية دالاس صدرت يوم أمس، والتي أشار فيها إلى توقعات بأن نرى انكماش في الاقتصاد الأمريكي قد يكون قياسي مقداره ما بين 35% إلى 40%، وهذا يدل إلى مدى عمق الركود الاقتصادي الذي تعاني منه الولايات المتحدة والعديد أيضا من دول حول العالم التي تعاني من ركود عميق جدا. وبذلك البنوك المركزية حاليا مجبرة أن تستمر في تحفيزاتها الهائلة للاقتصاد، والأسواق المالية حاليا تستفيد من هذه التحفيزات الاقتصادية. فنجد بأن الأسواق المالية وأسواق الأسهم وبشكل عام أسواق العائد المرتفع تجاوبت إيجابا مع هذه الأنباء، حيث أن الفدرالي الأمريكي يوم أمس وضع أرضية استطاعت منها مؤشرات الأسهم الأمريكية التوقف عن الانخفاض الذي حصل وعاودت الارتفاع، وهذه التأثيرات ربما تستمر، حيث أن المتداولين حاليا أكثر اطمئنانا من ناحية الشركات ومدى تأثرها بانتشار فيروس كورونا، إلى جانب مدى تأثرها بالركود الاقتصادي الأقصى ربما يكون منذ عام 1945. لكن الآن التوقعات مع أنها تبدي عودة التحسن الاقتصادي خلال النصف الثاني من هذه السنة، لكن أيضا خلال النصف الثاني من هذه السنة ربما سوف تبقى البنوك المركزية أيضا مجبرة على الاستمرار في التحفيزات الاقتصادية، حيث أن البنوك المركزية ترغب في النقد أن يستمر في الدوران في الاقتصاد، حتى أنها تحاول إبعاد المستثمرين عن السندات، حيث نرى مثلا البنك اليابان يتعهد بأن يبقي أسعار العوائد السوقية لسندات أمد 10 سنوات عند الصفر، وهذا من أجل تحفيز الاستثمار والإنفاق في الأسواق، وهذا داعم لإخراج الاقتصاد العالمي والاقتصاديات العظمى من الركود الأسوأ، وكل ذلك يصب في مصلحة أسواق الأسهم والعائد المرتفع. نعم، طيب كيف يمكن لأسعار الذهب والمعادن الثمينة أن تتجاوب ربما أو تكون ردة فعلها باتجاه مثل هذه الحزم أو بالنسبة لعملية برامج الدعم والتحفيز؟ نعم، بالنسبة للمعادن الثمينة فهي بشكل عام تستفيد بشكل قاطع من هذه البرامج التحفيزية الهائلة، فهذه البرامج تعني تدفقات سيولة كبيرة جدا نحو الاقتصاد ويزيد دوران النقد، وبالتالي نحن مهددون في أن نشهد انخفاض في القدرة الشرائية. ومن هو الملاذ الآمن في هذه الحالة؟ فالمعادن الثمينة هي في أولى الأولويات لحفظ القدرة الشرائية للنقد، وبالتالي الاتجاهات الصاعدة ربما سوف تكتسبها أسعار المعادن الثمينة خلال الفترة المقبلة، ورغم أننا نشهد بعض التذبذب وبعض محاولات الانخفاض بين الحين والآخر في أسعار الذهب على سبيل المثال، لكن على المدى الأبعد قليلا، وأتحدث على المدى المتوسط والطويل، فتحفيزات البنوك المركزية ما زالت تحفز ارتفاعات ربما تكون ملموسة في أسعار الذهب، لنشهد مستويات على الأقل حول 1800 دولار للأونصة، وربما أيضا فوق ذلك بكثير في حال استمرار السياسات التسهيلية، وهذا أيضا ما أتوقعه حتى مع عودة ملامح استقرار الاقتصاد خلال النصف الثاني من هذه السنة. أشكرك يا سركيس تشابريان، وأنت محلل أسواق عالمية في مجموعة إكويتي جروب. شكرا.